انعقد صباح هذا اليوم بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة الجوية للتجارة والصناعة والخدمات بأكادير لقاء تواصليا مع منتسبي ومنتسبات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس مسا حول مشروع قانون المالية لسنة 2020. حضره السيد كريم أشنقلي رئيس الغرفة وكذا مجموعة من أعضاء المكتب، حيث قدم الأستاذ المهدي الفقير خبير محاسباتي قراءة أولية في مشروع قانون المالية لسنة 2020. استطاع من خلالها التطرق لأهم المستجدات التي جاء بهذا المشروع، خصوصا في شقه المتعلق بالضرائب والجبايات والذي يهم الحاضرين في اللقاء، إضافة إلى تفاعله مع تساؤلات الحاضرين لشرح وتفصيل مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في أفق تقديم مقترحات من طرف منتسبي ومنتسبات الغرف التجارية لأخذها بعين الاعتبار في النسخة النهائية لهذا المشروع، والتي سيتم التصويت عليها من طرف ممثلي الشعب في قبة البرلمان بغرفتيه نهاية هذه السنة. بطبيعة الحال هذه التدورة ولا هذا اللقاء اللي نظمته الغرفة هذه مبادرة مستحسنة، لأنه تتعطي الفرصة للمنتسبين الغرفة والغرف يطلعوا ويناقشوا ويساهموا بشكل أو آخر مع هذا المشروع القانون المالية. بطبيعة الحال يعني تحليل وقراءة هذا القانون ولا هذا المشروع يعني يوحينا بأنه هناك واحد الهندسة اللي احنا دائما تنقولوا بأنه خصها تبتعد على الصفة المحاسباتية ويكون عندها واحد البعد اقتصادي، ما غاديش نرجعوا للتفاصيل، ولكن غير واحد يعني واحد المادة اللي هي خلقت واحد الجدل كبير ونقاش كبير، واللي تيبين بانه يعني الحكومه يعني في عوض باش تقلب تعالج المشاكل من مصدرها تتلقى لا يعني تتقترح لنا يعني حلول ترقيعيه. هذا الاشكال ديال تنفيذ الاحكام ماشي هو الضرب في العمق استقلالية القضاء، بل خصنا نبحثوا الأسباب والمسببات ديال هاد الأحكام كيفاش حتى وصلنا لهذا الوضع. هناك من طبيعة الحال تنقولوا بأنه هناك تدبير سيء للملفات اللي هي معروضة أمام القضاء، هناك يعني الدولة اللي ما تتأديش المقاولات يعني ما عليها من ديون، إذا ملي تيصدر واحد الحكم نهائي يعني الوسيلة الوحيدة اللي تتكون عند المتقاضين أنه يمشيوا للتنفيذ. أكيد أنه إحنا مع المقتضى اللي كان في الدستور اللي هو تنص على الحفاظ على المرافق العمومية، ولكن خص يكون واحد التوازن ماشي على حساب يعني حقوق المواطن. فلهذا أنا نتمنى عندما ستعرض يعني تعديلات حول هذه المادة باش يعني يكون هناك توافق ما بين الحفاظ على استقلالية القضاء و يعني قوة المقضي به، وكذلك البحث على الحلول اللي اقترحناها مثلا كخلق صندوق اللي هو سيمول بمختلف مصادر باش هذاك الصندوق هو اللي تيتولى تنفيذ الاحكام، وبالتالي حتى ملي تيكون شي مقتضى شي طلب ديال الحجز يكون غير على ذاك الصندوق، ما يكونش على المرفق المعني بهذا الحكم. القيم ياتي في اطار جولة على تشمل إن شاء الله عدد من مدن المملكة وتشمل منتسبي الغرف وكذلك جمعية المهنية، الغرض منها التعريف بمقتضيات مشروع قانون المالية وكذلك أخذ رأي وانطباعات المهنيين والمنتسبين والجمعيات حول مضامين هذا المشروع من أجل يعني تجويد هذه النصوص وتقديم مقترحات بالنائب في فوق إعداد ملف ترافعي متكامل وشامل حول مشروع قانون هذا في إطار مقاربة تشاركية ومقاربة قرب تعتمدها جامعة الغرف وبشكل يعني دقيق وبشكل أخص غرفة مدينة أكادير. وبهذه المناسبة أشكر وأقدم الشكر للسيد رئيس الغرفة الأستاذ أشنقلي
وكذلك للذين المشاركين في هذا اللقاء البناء اللي كان فيه زخم، وتمكننا من الحصول على أفكار جيدة سوف تؤكد بالتأكيد تساهم في تجويد هذه النصوص وفي دعم الملف الترافعي وفي أفق بولي الله إن شاء الله المشاركة الفعالة لكافة القوى الحية في كل هذه المشاريع القوانين وهذا في مقاربة تشاركية. هذا ونحن نتحدث عن نموذج تنموي جديد يحتاج منا كل الطاقات ويحتاج منا كل المساهمة الفعالة لجميع القوى الحية بما فيها طبيعة الحال غرف التجارة والصناعة والخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا اللقاء الذي نحن أو هذه القاعة التي تشهد اليوم قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية لأكادير تشهد اليوم واحد اللقاء اللي هو صراحة كبير جدا، هي اللي انضمته هي جامعة الغرف والمغرب ورصدت لنا واحد الخبير اللي هو خبير محاسباتي وخبير يعني قدم واحد العرض ديالو اللي هو قيم وصراحة اللي هو معمق على مستوى بالنسبة للقانون المالي، مشروع القانون المالي ديال 2020 كما يقال. وكما في علمكم وكما شهدتوا جميعا بان الحضور كان حضور كبير جدا وكان الحضور اللي هو مميز الدرجه الاولى، لانه الحضور كان رؤساء ديال الشركات وكذلك مؤسسات اللي هي يعني عندها الاهتمام في هذا في المسائل الماليه وفي المواضيع ديال الساعه. فلهذا انا فقط اريد ان اشير الى ان كانت هذه المناظره هذه وهذا اللقاء هذا كان ناجح بامتياز يعني.